حل صبيحة اليوم وفد اتحاد العاصمة بمطار هواري بومدين قادمين من الأراضي التنزانية بعد مباراة بطولية ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نادي يونغ أفريكانز. هذا وحقق الاتحاد فوزا ثمينا بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في مواجهة جرت تحت ظروف مناخية صعبة. وكان الاتحاد سباق لافتتاح باب التسجيل منذ الدقيقة 32 عبر المهاجم أيمن محيوس قبل أن يعدل أصحاب الدار الكفة في الدقيقة 82، غير أن عزيمة أشبال عبد الحق بن شيخ أعادت الغلبة للاتحاد بفضل هدف اللاعب إسلام ميريلي. وبهذا يكون اتحاد العاصمة قد قطع خطوة عملاقة نحو تتويج تاريخي في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة الإياب بملعب 5 جويلية السبت المقبل.